ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ رجعت لكم مع فيديو جديد. النهارده حبيت اقول لكم اني مش هعمل فيديو في فتره الامتحانات قوي عشان المذاكره وكده يعني. ف يلا بينا نعمل شخصيه زرقاء، عشان في حد طلب مني شخصيه زرقاء كلها. فخلينا في ده كده. مثلا انا بعمل اي هبل يا جماعه، بصوا يعني انا مش مركزه. بصوا ايه رايكم؟ بصوا القطه دي بندو، ايه ده؟ ده دي كده ضاعت خلاص. خلينا في دي كده، وكوتشي ازرق مثلا لو مفيش مش هتلبس كوتشي. خلينا في ابيض وخلاص يعني. تمام كده. اي حيوان هاكل برود ازرق. ف بس كده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم مره جايه في فيديو جديد. انا عارفه انكم فيديو قصير جدا، انا بس حبيت اقول لكم عشان ما تقلقوش يعني عليا وكده. محدش بيتفرج على فيديوهاتي اصلا. انا تقريبا بكلم نفسي على اليوتيوب. ف بس كده، استنوا كده. ايه ده؟ لقيت اكسسوارز وحاجة جامدة. لا استنوا، نقعد شوية. بصوا خلينا في دائرتكم. ايه ده؟ خلينا في اللي انا اخترته. ايوه ده بفاز ولا ما فيهوش؟ لا فيه. بص الشيل القطة ده ازرق، ده حلو. لا ده حلو، ده تحفة. خلينا ده فيه ازرق برضه اهو. استنوا هوريكم. ده وده العين، وده الهدوم، وده العين كده يعني. اجيب شعر بقى. ثانية واحدة، على فكرة كلهم حلوين قوي. ممكن اجيب ده، قصدي ده. لا هنوع، استنى ما اشوف ده وخلاص. يا ريت يكون عجبكم. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، وهي دي الشخصية. اشوفكم مرة جاية مع فيديو جديد. سلام.